يعني أنا توا وليت مسؤولة أكثر. انجاجي في يوم ما عايشة عطية تخرج وتعلن اللي هي ارتبطت بإعلامي مصري اللي هو اسمه محمد مجدي السيسي. البداية كانت أنك مشيت عملت حوار معاه، لكن أبارامون صار كوت فودغ عايشة. الحوار من حوار ولا خطبة؟ هو كان حوار بروفيسيونيل. محمد يعمل حوارات مع توت لي ستار في مصر، دونك بور لوي كنت il était intéressé par la personne معناها en tant qu'actrice. حاب يشوف لوداس نتاع الطفله هذيا. اي بي انا جيتي سيدويت الحقيقه، انت البا الاولى من عندك، لعبت البخت بصراحه وفرحانه برشا اللي هو رضا، خاطر هو ما عرفش عايشه الممثله، يعني ما كناش اون كوبل كعايشه الممثله، لا عرف عايشه الانسانه، وفرحانه برشا كي نا با ايتي ديسو. معناها ان شاء الله ربي يهنيك عايشه، انا نتمنى لك كان الخير، ولكن ما خفتش وقتها؟ معناها يعني هو اعلامي مصري ومونتاليتي نتاع المثوره مش كيما التوانسه، جيت وفنانه تونسيه، وهو نعرف اللي هو من الريف، دونك اكثر العقليه نتاعهم اصعب ومسكرين اكثر منا. وراك انت الفنانه التونسيه المتحره اللي تعمل الخطوه الاولى تقول راني انت عجبتني بما معناه، معناه وهو متحفظ هكا في مخو كونسيرفاتور. هو محافظ، هما في مصر محافظين اكثر منه، وهو محافظ برشا، عائلته كيف كيف، وانا جايه من بلد يعني المراه تخوف الحقيقه عندهم هما تاتوي ونلبس وكل. سيتي با فاسيل او ديبي، وتعلمت منه الحوار والنقاش، وتفهمنا ان نتفاهموا ويكون ما بيناتنا ان تيغا تونتونت، والحمد لله وصلنا للمرحلة هذيك. وصلنا هاني قلت لك بالنقاش، نقاش ينجم يعني يوصل انه زوز يتفاهموا. عائلته قبلت بالسهل؟ لا، صار رفض؟ ما صارش رفض، ما يعني انا بالنسبة ليهم اترانجير، معناها عبد مختلف، مي كي عرفوني وقربنا لبعضنا وعائلة اكستراوردينير، يعني وليت متعلقة بهم برشا، وهذيك عائلتي غادي في مصر. نحبهم برشا 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 برشا، سي اون فامي بسيطة اما ما شاء الله عليها، معناها يعني ذكية برشا، وحبيت ولدهم دونك حبوني. كنت فوتغ هو عايشة بالأول كاش من بعد شنو لقيت بخلاف انك تعلمت الحوار؟ انت كان تصور عندك صوره على فارس الاحلام، شنو النقاط الموجوده فيه محمد مجدي السيسي؟ صح ما يكونش من السيسي؟ لا، لا ترانسبارونس، إلي اونيت، إلي سانسير، يخاف ربي سورتو، سا سي تري امبورتون. وانا من بعد ما توفى الوالد جوستومون حبيت يعني اون بيرسون سين، ولقيت الحاجه هذه فيه وريحني، و معناها انا معجبة بيه، معناها يعني نحبه، وفما اعجاب كبير، اعجاب بيه كبير برشا، معناها كي يحكي في خدمته، في مع العبيد، مع عائلته، معايا، سي اون بيرسون اكسيبسيونيل. هبطت انت تدوينه على فيها في تصويرتك اللي انت تختبط اليوم، فما برشا شخصيات معروفة يفضلوا انه تكون علاقاتهم الشخصية بريفي ما تكونش معلنة، ما خفتش انت من هذا على خاطر فما كيما تعرف برشا مشاكل، برشا كلام، الناس كل تعلق، دونك انت عملت العكس. كانت خطوة مهمة في حياتي، وانا جو سوي فيير دو لوي، جو سوي تيلمون فيير اللي هبطت على الانستغرام، وبالعكس واحنا من بريسك ميدان واحد، هو صحفي وانا ممثله. الحب اقوى من اي حاجه اخرى ان شاء الله. قرار منك ولا منه؟ انت قررت انك تعلن ولا هو؟ قررنا الاثنين مع بعضنا، لكن بعد التدوينه هذيك ما راكمش برشا هكا تهبطوا يومياتكم ولا شنو تعملوا كيفاش تعيشوا؟ انا وياه مانيش، انا وليت ما عادش برشا شو انستغرام، وهو كيف كيف علمني حاجه اللي انا نتمتع بالوقت اللي نعيش فيه،
يعني الحاجة يعني الحاجة الباهية اللي أنا توا جو في بلينمون ما في فهمت معاه يعني وليت بالحق نقول له ديجا هو يل مفي لا رمارك يقول لي انت قبل كل حياتك كلها شو انستغرام لا توا حياتي معاه مشكلة هذية الانستغرام اللي اخذي برشا من وقت برشا ناس في اي لحظة في اي لما مع العائلة تلقى الانستغرامور ولا الانستغراموز ما تعيشيش في الحقيقة تعيشها في الانستغرام ضريت منها الفترة هذيك عايشة كل شيء تبرتجيه مع الناس يومياتك خرجتك دخلتك كانت مرحلة اخرى وكنت مستمتعة فيها الحقيقة يعني انا اجتماعيه بطبعي فكنت حاجيت على انستغرام تفادليك وكما قلت لك توا مسؤوله اكثر معناها وجوفي معناها جوفي اتونسيون ا مون كوبل خدمتي جو مانفيستي اكثر في حياتي دونك تبدلت وقتاش العرس توا عايش ان شاء الله تري بيانتو شراك عروسه باش تعمل عرس بزازه ولا تعرس وبعد تورينا الحقيقة أنا با أنكور ديسيدي كيفاش باش يكون العرس في هو مصري دونك أنا هنا تونسية دونك مازلنا ما نعرفوش إكزاكتومون إن شاء الله على قريب صديق تونسي ولا مصري؟ كيف كيف؟ صديق تونسي أضمن راه ما يمشيش على مصر لا في مصر راه فما الزوجة الثانية والثالثة والرابعة في ما تونس فماش إذا إي لا ما هو ما عطش برشا الحقيقة مي وي ما جو نكسبت با باش نكون معناها تعدد الزوجات مي نحكي فيه الموضوع نخرجوا فاصل نسمعوا موزيكا ومكملين مع عايشة عطية بعد ما حكينا على الحب نحكي وعلى برنامج الساعة وين وصل البرنامج كيف كيف انت تعرف الأغنية ذي انا تفكرني بيه ايه خدم اكتبت عليه البخت انا لعبت البخت وبختي كان مزيان اهدئ لي اهدئ محمد نسمعها تتشت على دي